الأفكار رئيسة. أولا، المسجد في الماضي ما كان صلاة فحسب، بل كان مدرسة يتعلم فيها المسلمون القراءة والكتابة والقرآن والعلوم الشريعة واللغة وعلوم مختلفة. أقيم الكتاب بجانب المسجد ويخصص لتعلم القراءة والكتابة والقرآن والشيء من علوم عربية. الكتاب يشبه المدرسة الابتدائية في عصرنا الحاضر، كان من كثيرة بحيث كان هناك نحو 300 كتب في المدينة وألفا من الطلاب. وبعد ذلك الكلمة المفتاحية المدرسة. الأفكار الرئيسة: التعليم مشابه للتعليم الثانوي والعالي في الوقت الحاضر، والتعليم مجاني والتعليم مفتوح للجميع. ثم الكلمة المفتاحية الدراسة، فيها قسمين. الأفكار الرئيسة: قسم داخليا للغرباء أو الذين لا تساعدهم أحوالهم المادية على أن يعيشوا على نفقات آبائهم، وقسم خارجيا لمن يريد أن يرجع في المساء إلى بيت أهله. وبعد ذلك الكلمة المفتاحية المرافق في المدرسة. الأفكار الرئيسة: تحتوي على مسجد وقعات للدراسة وغرف لنوم الطلاب ومكتبة ومطبخ وحمام. والإضافة إلى ذلك كلمة مفتاحية المدارس. الأفكار الرئيسة: بنية المدارس لها الأوقاف بعد تطور الحضرة. ثم كلمة مفتاحية رواتب. الأفكار الرئيسة: يحصل المعلمون على رواتب مناسبة بحسب الميلاد والمدرس والأوقاف. ثم كلمة مفتاحية أنواع المدارس. الأفكار الرئيسة: من بين أنواع المدارس المتاحة هي مدارس لتدريس القرآن الكريم وتفسيره وحفظه وقراءاته، ومدارس للحديث قصة، ومدارس للفقه، ومدارس للطب، ومنها مدارس للأيتام. هذا كل شيء من مجموعاتنا، وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا على استماعكم.